بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي لغات، أهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هيبقى معانا حل النموذج الخامس من نماذج الامتحانات موديل 5. طبعا هيتبقى لنا 2 مودلز اللي هم 6 و7، طبعا هنعملهم إن شاء الله في أقرب فرصة. وطبعا بفكركم تاني ان احنا الهدف هنا مش ان احنا بنحل الكويشن بالكامل، احنا الهدف هنا ان احنا بنفهمك الايديا عامله ازاي، بنفهمك الفكره، بنحط لك الفكره والحل بتاعها على السريع كده، وبنسيبك انت اللي تحل الموضوع مع نفسك. يبقى احنا كده شلنا لك بس الغموض اللي موجود في اي كويشن. هنبدا باول كويشن معانا هنا، بيقول لي ان ايربلين فلايز at height 2700 meter above earth surface، وبقول لك if the atmospheric pressure at the earth surface equal 76 سنتيمتر والaverage air density equal 1.3 كيلوغرام بير كوبيك متر والدنسيتي بتاعت الميركري is 13600، so the difference between the air pressure inside and outside the airplane equal. طبعا يا جماعه احنا عارفين انه الاير بريشر انسايد الاير بلين هو نفسه الاتموسفيريك بريشر ات الجراوند اللي هو 76 سنتيمتر مركري. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان خاطر الاير بلين لما كانت موجوده كانت مفتوحه والباب بتاعها مفتوح على الجراوند، الناس دخلت الهواء دخل معاهم قفلنا، فلما احنا قفلناها كيب البريشر ات الاتموسفيريك بريشر. طلعت فوق، طبعا كلنا عارفين ان لما بنطلع فوق البريشر فوق بيقل طبعا مع الهايت، فيبقى الديفرنس بتوين البريشر اوت سايد وانسايد ايكوال الديفرنس بتوين البريشر اوت سايد اند ذا جراوند. فيبقى لو انا قدرت اجيب الديفرنس في البريشر مع الهايت يبقى انا كده جبت الديفرنس بتوين اوت سايد اند ات سايد. طبعا واحنا كلنا عارفين ان احنا الفكره دي كنا خدناها مع البارومتر، وقلنا احنا بنجيب الريدنج بتاعت البارومتر تحت والريدنج بتاعت البارومتر فوق، وبنجيب الديفرنس في الريدنج بتاعت المانومتر البارومتر اللي هي الديكريز في الهايت وفي الميركري كولوم، وقلنا ده بنلاقيه بروبورشنال مع الهايت. يبقى اللي انا هعمله هجيب الديكريز في الريدنج بتاعت البارومتر او الديكريز في ال، يبقى الديكريز في الريدنج بتاعه البارومتر هو نفسه ايكوال الديفرنس في البريشر انسايد اند اوتسايد. طيب الديكريز في الهايت اللي هو الدلتا اتش هنقول بروبورشنال مع الهايت من الجراوند، وطبعا زي ما قلنا بنيجي عند الديكريز في الهايت بتاعه الميركري كولوم بنعمل مالتيبلاي الدنسيتي بتاعه الميركري، وهنا بنعمل مالتيبلاي الدنسيتي بتاعه الاير، وتبقى دي الايكواليتي بتاعتي، وهنعمل سبستيتيوشن، ومن هنا هنقول الدلتا اتش اللي هي الديفرنس في الهايت بتاع البارومتر او الميركري كولوم انسايد البارومتر، الكلام ده ايكوال 13600 ايكوال باي 13600 ايكوال 2700 ملتبلاي 1.3، طبعا هنعمل ديفايدد على 13600 وهنطلع الدلتا اتش، هتطلع الدلتا اتش بتاعتي 25.8 سنتيمتر ميركري، وبالتالي هتبقى الانسر بتاعتي اللي هي ديت. طب هنا هو انا طلعت له الديفرنس في البريشر بالسنتيمتر ميركري، طب فرضا يا جماعه اللي انا طلعته هنا ده الديفرنس في الهايت بتاع البارومتر اللي هو يعتبر ديفرنس في البريشر ولكن ان تيرمز اوف الميركري كولوم. طيب لو هو كان طالبه بيونت تانية انت كان ممكن طلعتها بالديفرنس في الهايت اللي هو نفسه الديفرنس في البريشر، انت طلعتها بالسنتيمتر ميركري، ممكن تعمل لها تشينج لاي يونت تانية طبعا دوت لو هو حابب. هنا قدامك بيقول لي انا عندي في الاوبزيت فيجر مديك 3 فيزلز بديفرنت شيبس زي ما انت شايف، وبسالك على بوينت بي وكيو وار، طبعا احنا عارفين ان الثلاثه دول لازم أن يكون عندهم نفس البريشر طبعا لانهم في نفس موجودين على نفس الليفل. طبعا في 3 كونتينرز في عندي نفس الليكويد اللي هو الووتر ونفس الهايت او نفس الفيرتيكال هايت، وبالتالي يبقى هنا نفس البريشر، لانه احنا عارفين البريشر بس ديبند على حاجتين، ديبند على التايب بتاع الليكويد وفي الثلاثه ووتر، ديبند على الهايت هو ايكوال في الثلاثه وهما الثلاثه اوبن للاير. في الحاله دي يبقى لازم البريشر عند الثلاثه ايكوال، فهقول له البريشر بتاع بي وكيو وار ذا سيم. طبعا هنا بروبلم جميله مديني الماس ومديني الفوليوم، طبعا احنا كلنا عارفين يا جماعه الماس والفوليوم الكيرف دوت لو انا جبت السلوب بتاعه، السلوب بتاعه هيطلع لي الدنسيتي، فطبعا انا هطلع السلوب اللي هو كام، اللي هو مثلا لو انا خدت البوينت دي 8.5
10.8 ديفايدد 4، بس ال 4 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 هيطلع لي انه ايكوال 2700. طبعا 2700 لو انا بصيت من التيبل اللي قدامي، الحاجه اللي عندها دنسيتي 2700 هي الالومنيوم، اذا الماتيريال بتاعت البادز دوت از ميد فروم الالومنيوم. يعني هو كل اللي عمله جاب ديفرنت اوبجكت من سيم ماتيريال بديفرنت ماسز يعني، وطبعا طلع الفوليوم بتاع كل واحده والماس بتاعته، الفوليوم بتاعته يعني حاجه صغيره يطلع الماس والفوليوم بتاعها، يجيب مثلا كوره اكبر ويطلع الماس والفوليوم بتاعها، ورسم ستريت لاين بينهم وطلع الدنستي. فلما الدنستي طلعت عرفنا انها الدنستي بتاعت الالومنيوم لانه دوت شغال من السلوب. طبعا هنا برضو عندي بروبلم على اليو شيب تيوب زي ما شايف، انت شايف قدامك، فبص كده لو انت بصيت ايه دي السيباريتنج سيرفيس اهو. طبعا احنا قلنا لك مالكش دخل بالشيب، مالكش دخل بالدايمتر وخلافه، ركز بس على الهايت وخلاص. هتلاقي الاي ايه دي السيباريتنج سيرفيس اللي بين الووتر والاويل، هتلاقي ان الهايت بتاع الاويل اباف السيباريتنج سيرفيس 75، ولو انت بصيت هنا هتلاقي ايه دي كمان. يبقى لو انا قلت كده الووتر المفروض الووتر من هنا لغايه فوق خالص يبقى برضه 75، بس هو مديك الحته الفاضيه اللي فوق الووتر 15 سنتيمتر، وبالتالي يبقى الهايت بتاع الووتر above separating surface هيبقى 75 minus 15 يعني هيبقى 60. طب خلاص دلوقتي انا بقى عندي الهايت بتاع الووتر، الهايت بتاع الاويل، وعندي الدنستي بتاعت الووتر. اقدر اجيب الدنستي بتاعت الاويل بمنتهى البساطه باليو شيب، رو اويل اتش اويل ايكوال رو ووتر اتش ووتر، يبقى الرو بتاعت الاويل هتبقى رو ووتر اتش ووتر على اتش اويل، يعني 60 ملتبلاي 1000 ديفايدد 75 هيطلع لي 800 كيلو جرام بير كيوبيك متر. طبعا هنا بيقول لي two boxes are opened and placed next to each other. The first is cube shaped of length 20 centimeter and the second is cubed shape cuboid shaped الdimension بتاعته 20 40 and height is 30. بيقول لي الratio between the forces due to the air pressure on the bases. طبعا احنا عارفين انه البريشر صحيح البريشر بتاع الاير سيم عليهم كلهم، ولكن السنس الاريا ديفرنت يبقى الفورس اللي اكت هتبقى هي كمان ديفرنت. فطبعا هنا هنقول له يبقى اف 1 ديفايد، اللي احنا عارفين انه الفورس هتبقى في الحاله دي ايكوال البريشر ملتبلاي الاريا، والبريشر كونستانت تبقى الفورس دايركت مع الاريا. يبقى في الحاله دي هنقول له اف 1 اوفر اف 2، يبقى الكلام ده ايكوال الاي 1 ديفايدد الاي 2. طبعا الاريا بتاعت الكيوب 20 باي 20، انما الاريا بتاعت الكيوبويد اللي هي اللينس باي الويدث يعني 20 باي 40، وبالتالي هتبقى 1 تو 2. يبقى ديت الاجابه او الانسر بتاعتي. هنا برضو بروبلم حلوه بيقول لي ذا اوبزيت فيجر شوز ا ميركري بارومتر وين ذا اتموسفيريك بريشر انكريز. ايه الديستانس اللي انكريز؟ طبعا احنا عارفين لما الاتموسفيريك بريشر انكريز اللي هيحصل انه الاير بريس مور تايتلي على الليكويد كوزنج الميركري كولوم انسايد التيوب تو رايز اب كمان، فبالتالي الفاكيوم انسايد التيوب اللي هو تورشيليان فاكيوم ويل ديكريز، فهيبقى اللينس بتاع الفي دبليو دي ديكريز. امال ايه يا مستر الحاجه الوحيده اللي انكريز؟ طبعا الحاجه الوحيده اللي انكريز اللي هي اللينس اوف الميركري انسايد التيوب، فاللينس اوف الميركري انسايد التيوب يعني الديستانس دبليو اكس طبعا دي من السيرفيس، او الدنستي انسايد التيوب اللي هي دبليو واي. وطبعا هنا هتبقى الانسر بتاعتي لانه دي اللي هو مديها لي، فهقول له الانسر بتاعتك اللي هي الدبليو واي. طبعا هنا مديني يو شيب تيوب، وطبعا البروبلم دي احنا حليناها قبل كده واتكلمنا عنها، فعشان كده بس ما كانتش بارقام. فالنهارده مديها لك هو بايه؟ مديك الهايت بتاعت الجليسرين مع الهايت بتاع الاويل. طبعا احنا لو طلعنا الاسلوب هنا هيبقى الاسلوب ايكوال الريشيو بتوين الهايت اوف الجليسرين ديفايدد الهايت بتاع الاويل. هنطلعها مثلا هيبقى من هنا 3/5، وبالتالي هتبقى الريشيو بتاعتي 3/5. وطبعا احنا عارفين في اليو شيب تيوب اتش 1 اوفر اتش 2 ايكوال رو 2 اوفر رو 1، يبقى هنا لما اقول اتش جليسرين ديفايدد اتش اويل يبقى الكلام ده ايكوال رو اويل ديفايدد الرو جليسرين، يبقى الرو اويل ديفايدد الرو جليسرين الكلام ده ايكوال 5
ام سوري 3 اوفر 5. يبقى لو انا عاوز اجيب الرو بتاعت الاويل هتبقى الرو بتاعت الاويل بتاعتي ايكوال، هودي الرو بتاعت الجليسرين الناحيه الثانيه هتبقى 3 اوفر 5 ملتي بلاي الرو بتاعت الجليسرين اللي هي 1200، يعني هيطلع لي الدنسيتي بتاعت الاويل ايكوال 756 كيلو جرام بير كيوبيك متر، وبالتالي انا هاخد الانسر بتاعتي اللي هي سي. طبعا هنا بيقول لي يا جماعه في 12، ركز معايا شويه كده، بيقول لي بيكر اوف ماس 1 كيلو جرام when it completely filled with water، يعني هو البيكر ده وهو مليان ميه للاخر كانت الماس بتاعته 1 كيلو جرام. هاو بعدين if a solid object of mass 375 جرام is put inside the beaker، طب ايه اللي حصل؟ is displaced 40 جرام of water outside the beaker، يبقى الريليتيف density of the material equal ايه؟ انا هقول له والله احنا كلنا عارفين ان الريليتيف density equal الماس بتاعت الاوبجكت divided الماس of equal volume water at constant temperature. طيب والكلام ده يبقى نقول له ايه؟ هو لما عمل displace لأماونت of water، طبعا احنا عارفين هو بزق مية قد الفوليوم بتاعه بالظبط، يبقى شوية المية اللي خرجوا دول الفوليوم بتاعهم equal الفوليوم بتاع الاوبجكت بالظبط، وبالتالي الماس بتاعت الووتر هتبقى كام؟ اللي هي 40. في الحاله دي يبقى نقول له ريليتيف دنسيتي ايكوال 375 جرام، الكلام ده ديفايدد 40 هيطلع لي 9.375، وطبعا دي مش ليها اي يونت خالص، فديت الانسر بتاعتي. فهنا الكي انسر او الحته اللي تركز فيها انه الاوبجكت ديسبليس ات از اون فوليوم، يعني ويقدر يعمل ديسبليس ليكويد قد الفوليوم بتاعه بالظبط، يبقى الفوليوم بتاع الليكويد ديسبليسد ايكوال الفوليوم بتاع الاوبجكت. عشان كده انا خدت لقيت انه الووتر ديسبليسد الماس بتاعته 40 كيلو جرام، يبقى دي الماس بتاعت الايكوال فوليوم ووتر، يبقى عشان كده عملت ديفايدد 375 ديفايدد 40 طلعت الانسر اللي هي قدامك ديت. هنا بيقول لي طيب when mercury manometer is used to measure the pressure of trapped gas in a container it's found that the surface of the mercury in the manometer arm which is open to the atmosphere is lower than the arm at which connected كونتينر باي لينس اوف 9 سنتيمتر، فدي معناها انه البريشر بتاع الاير جريتر ذان البريشر بتاع الجاز ب 9 سنتيمتر، يبقى البريشر بتاع الجاز ايكوال البريشر بتاع الاير ماينس الاتش اللي هو 9 سنتيمتر ده ميركري دوت. فلو انا اشتغلت بالميركري يبقى كل هقول ايه؟ يبقى هنقول له في الحاله دي يبقى البريشر بمنتهى البساطه هيبقى البريشر بتاع الاير اللي هو 76 ماينس البريشر بتاعي اللي هو كام؟ اللي هو 9، يبقى البريشر بتاعي هيطلع بكام؟ هيطلع البريشر بتاع الجاز ايكوال كام حضرتك؟ هيبقى 76 سنتيمتر مركري. طيب ده سنتيمتر مركري وانا عايز اخليه بايه؟ وانا عايز اخليه بالبار، طبعا اخليه الاول بالنيوتن بير متر سكويرد، فطبعا ده يعتبر هو ده ريليتيف بريشر، يعني زي ما بنقول in terms of the pressure او اللينس بتاع الميركري كولوم، يبقى انا ده مديك البريشر في الميركري بالهايت بس، يبقى انت هتعمل الكلام ده ملتبلاي الرو في الميركري في الجي، فلما تعمل ملتبلاي رو جي اتش عشان تجيب البريشر يبقى رو اللي هي 13600 الجي اللي هي 10 ملتبلاي 0.767 هيطلع لك البريشر بتاعك. طبعا الكلام ده تعمله ديفايد 10 باور 5 عشان خاطر تخليه بالبار، هتطلع الانسر بتاعتك ب 0.911 بار، او ممكن انت تطلعها وتعمل لها تشنج على طول زي كده. يعني 15 بيقول لي في الاوبزيت فيجر شو، انا عندي يو شيبد تيوب كونتيننج ووتر اند اويل ار سيبريتد باي ميركري so the height of water column above the interface with mercury equal ايه؟ طبعا احنا بنيجي هنا عند separating surface between او lower separating surface اهو، ده حضرتك الناحية دي في water الناحية التانية في oil وفي mercury، فطبعا احنا بنقول يبقى الويت او البريشر او الماس بتاعت الميركري كول الووتر كولوم المفروض تبقى ايكوال البوث الاويل والميركري، يبقى في الحاله دي هنقول له رو ووتر اتش ووتر ايكوال رو اويل اتش اويل بلس رو ميركري اتش ميركري.
ونعمل سبستيتيوشن ويبقى في الاخر كل دوت تعمل له ديفايدد الروب بتاعه الووتر هيطلع لي الهايت بتاع الووتر. يبقى الميركري 13600 في 0.5 ده الهايت بتاعه بلس الاويل 880 ملتبلاي 5 كل دوت ديفايدد 1000 هيطلع لي الهايت بتاعي هو هيطلع كده زير هيبقى 11.2 سنتيمتر. عشان كده هتبقى الانسر بتاعتي اللي هي ايه. طبعا هنا لو احنا بصينا مديني تو كونتينر زي كده, كونتينر في ليكويد اكس وكونتينر في تو ليكويد اكس وتحت ليكويد واي, وبيقول لي انه الدنسيتي بتاعت ليكويد اكس بتاعت واي دبل الدنسيتي بتاعت الواي, الدنسيتي بتاعت واي دبل الدنسيتي بتاعت الاكس, وعايز مني الديفرنس في بين البريشر عند بي وايه. طبعا الاول انا هجيب البريشر بتاع ايه اللي هو ايكوال رو في الجي في الاتش لان هو قايل لي الرو بتاعت الاكس برو. لما نيجي نجيب البريشر عند بي, لأ انا عندي تو بريشر, بريشر جاي من اكس وبريشر جاي من بي, يبقى رو في الجي في الاتش ديفايدد 2 لانه دي هاف الاتش. هنا هنبقى 2 رو لانه دبل في جي في اتش اوفر 2, فالتو هتروح مع التو هيتبقى لي رو جي اتش بلس هاف رو جي اتش, يعني في الاخر هيطلع لي 1.5 رو جي اتش. فلما نعمل بي ماينس اي يبقى 1.5 ملتبلاي 1 يديني 5 رو جي اتش, يعني اللي هي رو جي اتش ديفايدد 2 وتبقى الانسر سي. لما نيجي يا جماعه نتكلم على ايتين, هنقول في ايتين مانومتر از بينج يوز تو ميجر ذا بريشر اوف كونتيند جاز انسايد تانك زي كده قدامك, بس انا ملاحظ انه الليفل بتاع الليكويد ذا سيم في التو برانشز, وده معناه انه الديفرنس في البريشر او الريدنج بتاعت المانومتر ايكوال زيرو, يعني الديفرنس في البريشر ايكوال زيرو, وبالتالي ذات مين ذات انه الاتموسفيريك بريشر ايكوال البريشر بتاع الجاز, او اقول البريشر بتاع الجاز از ايكوال تو ذا اتموسفيريك بريشر. عشان كده هتبقى الانسر بتاعتنا اللي هي الانسر ايه. تمام. انا دلوقتي عندي برضو 20 بيقول لي يو شيب تيوب اوف يونيفورم كروس سكشنال اريا ويتش ايكوال 2 سنتيمتر ان كونتيننج ميركوري. طبعا وين 80 جرام اوف ووتر واز بورد ان وان اوف اتس ارم, يعني انا حطيت في الارم دوت اهو كام 20 جرام ووتر ان وان اوف اتس ارم وايل اماونت اوف اويل از بورد ان ذا اذر ارم. The two liquid are balanced as shown in the figure, يعني الاثنين بالانس بحيث الليفل بتاع الليكويد تقريبا بالانس, يعني نفس السيبريتنج سيرفيس هنا وهنا, يعني الميركري هنا والميركري هنا تقريبا الناحيه دي اويل وتقريبا الناحيه دي ووتر, فده معناه انه لازم البريشر بتاع الووتر ايكوال البريشر بتاع الاويل, يعني الويت بير يونت اريا ايكوال الويت بير يونت اريا, وطبعا الاريا ذا سيم يبقى الويت بتاع الووتر ايكوال الويت بتاع الاويل, وبالتالي في الحاله ديت يبقى الماس بتاعه الاويل ماست بي ايكوال الماس بتاعه الووتر. طبعا دوت من غير ما نحسب ولا نتعب نفسنا اي حاجه, وبالتالي اذا كانت الويت بتاع الووتر 80 جرام يبقى لازما الويت بتاع الاويل هو كمان يكون 80 جرام, او اقول له الكلام ده ايكوال 0.08 كيلوغرام, لانه انت لو انت حولته بالكيلوغرام ده بمنتهى البساطه من غير ما تتعب نفسك. طب افترض انا عايز اتعب نفسي وعايز الف حوالين مصر كلها, برضه هقول لك مفيش مشكله, انت هتيجي تقول له يبقى المفروض الرو في الاتش بتاع الووتر ايكوال الرو في الاتش بتاعت الاويل. طيب ونيجي بمنتهى البساطة ونحسب له الرو, نجيب من الماس اللي هنا هنقدر نجيب الهايت بتاع الووتر. ليه؟ لانه الهايت هيبقى ايكوال ايه, ايكوال المفروض انا عندي الفوليوم ايكوال الماس على الدنسيتي, وطبعا الفوليوم دوت اللي هو الاريا في الهايت, وطبعا يبقى نقول له الهايت ايكوال الماس على الدنسيتي ملتبلاي الاريا. طلعت الهايت بتاع الووتر يبقى اتش ووتر رو ووتر, يبقى الناحية التانية ايكوال اتش اويل رو مين, هيبقى اتش اويل رو اويل, ومن هنا اقدر اطلع لانه مديك الهايت بتاع الاويل ب 50, فتقدر تطلع لي الدنسيتي بتاعت الاويل, ولما تطلع الدنسيتي بتاعت الاويل تقدر تحسب الماس, الماس ايكوال الرو في الفوليوم, يبقى الرو اللي انت طلعتها هتعملها ملتبلاي الاريا اللي هي 2 ملتبلاي الهايت اللي هو 50, ومن هنا كل ده ملتبلاي 10 هيطلع لك 10 باور نيتيف 6 عشان تخليها بالمتر كيوب, هيطلع لك الماس هي برضو.
بس طبعا دي لفه ملهاش اي لازمه يعني. فالمفروض او الافضل بالنسبه لنا ان احنا نشتغل نقول طالما هما الاثنين بالانس يبقى الماس اللي هنا ايكوال الماس اللي هنا على طول. وبعد كده نخش على الكويشن بتاعتنا. فبيقول لي اف امان هاز تو كروس فروزن ليك، يعني هيمشي واحد هيمشي فوق بحيره متجمده، ايه بقى السجستشن تو ريديوس الريسك اوف بريكنج الايس ان الايس ما يكسرش ويسقط فيها؟ طبعا هنقول له في الحاله ديت ان هو يقلل البريشر. طب يقلل البريشر ازاي؟ انه يزود الاريا، يزود الاريا انه يعمل وير سكيز ان هيز ليجز، يعني يلبس ثلاجات كده في رجليه الاريا بتاعتها كبيره، فده هيقلل البريشر. فلما البريشر هيقل يبقى الريسك انه ممكن يقع برضه هو كمان هيقل. 24 بيقول لي امان هاز ا سوليد كيوب اوف جولد وهي وانت تو فايند الكيوب ده واز بيور جولد اور نوت. طبعا هيعمل ايه؟ هيحسب محروف الدنسي بتاعت الجولد ايكوال 19.3 جرام بير سنتيمتر كيوب. فطبعا هو الوزن او جاب الماس بتاعت الكيوب طلعت 144 جرام، وطبعا جاب اللينس بتاعه طلع 2 سنتيمتر. يبقى هو كل اللي هيعمله انه هيحسب الدنسي بتاعت الكيوب. الدنسي ايكوال الماس على الفوليوم، الماس ب 144، الفوليوم 8 كيوب يعني 2 كيوب يعني 8، يبقى طلعت الدنستي 18.9، معلش هنا المفروض في بوينت، هي 18.9 100 جرام بير كيوب بير سنتيمتر جرام بير سنتيمتر، يعني طلعت 18 تقريبا، لا هي 18، فطلعت 18 جرام بير سنتيمتر كيوب. طيب الدنستي بتاعت الجولد 19.3، طب ده طلعت 18 اقل، صحيح اقل بحاجه بسيطه بس اقل، فدي معناها انها نوت بيور جولد، هي كونتين امبيوريتيز يعني فيها شوائب بس مش بنسبه كبيره، بنسبه قليله. طيب هنا بيتكلم معايا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اف ذا ديبث اوف ذا ووتر بيهايند دام كان كام؟ 175 متر، كالكوليت التوتال بريشر على البيز بتاعه الدام. طبعا احنا عارفين ان التوتال بريشر ايكوال البريشر بتاع الاير بلس البريشر بتاع الميركري الووتر كولوم اللي هو الروجي اتش، وبالتالي هيبقى البريشر بتاعنا ايكوال بي اي بلس رو جي اتش، يعني ايكوال 1.013 ملتبلاي 10 تو ذا باور 5 بلس 1000 ملتبلاي 9.8 ملتبلاي 1.75. ال1000 ده الووتر دنس، الووتر دنسيتي، جرافيتي اكسلريشن، الهايت اللي هو 175، هيطلع بالبريشر ايكوال 18.163 ملتبلاي 10 تو ذا باور 5 باسكال. وطبعا بكده يبقى الكويشنز بتاعت موديل 5 اللي علينا انتهت. واتمنى يا شباب انه الموضوع يكون بسيط ومش فيه اي حاجة، واعتقد الاسئلة برضو الافكار معظمها ابتدت تتكرر يعني، فبقيت العملية بتبتدي تبسط بالنسبة لنا، فيش فيها اي مشكلة ان شاء الله ولا حاجة. وطبعا لغاية ان شاء الله ما قابلكم في التو مودلز الباقيين، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.